وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، هل سيكون هناك أي تأثير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود؟ وكيف يمكن أن تكون القيمة المضافة اختيارية؟ مساكم الله بالخير. في البداية يعني أحب أن أوضح أن نسبة القيمة المضافة سيكون على سلع وخدمات ليست أساسية، بما لا يؤثر على المواطن من ذوي الدخل المحدود، خاصة مع استمرار تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية وكذلك 1400 خدمة حكومية. طبعا مثل ما احنا نعرف ان طبيعة القيمة المضافة هي يعني ضريبة اختيارية، حيث ان اذا المستهلك هو يبغي يشتري او يبغي ياخذ هذه المنتجات له الخيار انه يشتري او ما يشتري فيها حسب الحاجات اللي هو يحتاجها. من هذا المبدأ من الاستثناءات، التعاون كان إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان هذا الأثر في إقرار العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن والوطن. وكذلك نؤكد على أهمية النهج في التعاون الذي يقوم فيه عليه أن مراعاة المصالح العليا للبلاد فوق اعتبارات، وكذلك تحقيق تطلعات المواطنين الكرام. نعم سيد أحمد، كيف ستؤثر المبادرات التي تم استعراضها اليوم في الوصول لتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي؟ طبعا يعني احنا نأكد ان المواطن هو احد اهم الاولويات التي تسعى الحكومة مع المجلس في تحقيقه وتقديم الخدمات له بجودة عالية. ان ما تم استعراضه اليوم في الاجتماع يسهم في تحقيق هذه الاولويات، ومبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، والذي سيتم مناقشته في هذا الدور للوصول للأهداف المنشودة من هذه المبادرات. كذلك نؤكد الحرص الذي يحصل عليه، يعني نؤكد حرص الدعم اللي يحصل عليه مستحقيه من المواطنين، وهو ما يتم من خلال المبادرات المختلفة من قبل السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية بتعزيز الاستفادة للمواطن من الدعم الحكومي لمستحقيه. نعم سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.